إنه الأسبوع العالمي للأزياء الراقية في باريس، مناسبة سنوية شهدت وكما في كل عام مشاركة مصمم الأزياء السعودي يحيى البشري بعرض تميز بحضور عالمي لمعجبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم. أزياء مطعمة بنقوش وزخرفة شرقية ومزينة بفصوص الزمرد والمرجان مع قبضات من العاج مطرزة بحروف ذي لون ذهبي. عرض للأزياء مستوحى كما يقول المصمم من الأسلحة القديمة في الشرق، مستوحى من جمال الساعة العربية، المجموعة الجديدة لأزياء يحيى بشري ضمت 50 قطعة، 40 منها نسائية والباقي للرجال. الجمهور بدا معجبا بما عرض أمامه على مدى 40 دقيقة. يحيى البشري الحقيقة مصمم غير عادي، لأنه دخل على عصبة النور والعصبة الأزياء بصفته شاب سعودي موهوب بشكل غير عادي، وتجرأ على أشياء كثيرة، أولا بالشكل وبالألوان، واستطاع بثلاث أربع سنين مش أكثر أنه يستقطب جمهور عالمي حقيقة. جئت من بروكسل لمشاهدة هذا العرض الذي أعجبني بزخرفة تصاميمه. يقول يحيى أنه من أوائل العرب الذين دخلوا أسبوع الموضة في باريس قبل 18 عاما، وأن طموحه الآن أن يدخل عالم الملبوسات الجاهزة خلال عام على الأكثر. حسين فياض قنيبر، باريس. مشاهدينا فاصل قصير وبعد ذلك نتابع.